الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا فأقبلوا إليه يزفون.
صدق الله العظيم.